ميزنا الله بأن لنا السلام عليكم عقلا ورحمة الله وبركاته، مرحبا في وقفات. اليوم نتحدث بل نتابع الحديث عن موضوع كنت قد فتحته أو فتحت الحديث عنه السنة الماضية في شهر يوليو أو جولاي، وكان ذلك عن موضوع المثلية الجنسية، والتي ذكرنا فيها كمقدمة خطورة هذا الموضوع وأهمية الحديث عنه، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها أمتنا العربية وأمتنا المسلمة. وكنت قد ذكرت فيما سبق السنة الماضية أنني سأتابع هذا بحلقات أخرى، لكن سبحان الله ومع ضيق الوقت، بل خاصة تداخل مواضيع ربما رأيتها من الأهمية بمكان، مثل موضوع كورونا وبعض المواضيع العالمية والسياسية، فكنت قد أرجعت موضوع أو الحلقة الثانية والثالثة فيما يخص المثلية الجنسية، والتي أحببت أن أتحدث فيها عن نشأتها، نشأة المثلية الجنسية، من وراء هذه الثقافة الجديدة التي يروج لها، من الداعمون، من الجهات التي تروج في الوطن العربي، ما هي أساليبهم، وكيفية مكافحتها، وكيفية الوقوف ضد هذا التيار الخطير الذي يريد أن يجتث ثقافتنا وموروثنا وتاريخنا، بل يريد أن يغيره بأسلوب يعتبر بالنسبة لهم حضاري ومتقدم ومتمدن ومتنور إلى غير ذلك من تلك الأسماء البراقة. وهذا ما أردت الحقيقة أن أشارككم فيه في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. عقلا يتدبر. قبل أن نستمر في الحديث عن المثلية الجنسية، أود من المشاهدين الكرام، من إخوتي وأخواتي، أن يعودوا للحلقة الأولى التي كنت قدمتها السنة الماضية، لما فيها من مقدمات مهمة وتأصيل شرعي فيما يتعلق بالمثلية الجنسية. ولكن وحينما كنت أعد هذه الحلقة قبل يومين، انتبهت أن هناك موقعا على اليوتيوب قد أفاض في ذكر هذه المسألة، في التفصيل في مسألة المثلية الجنسية من معظم الجوانب التي تتعلق بهذا الموضوع. والحقيقة رأيت في هذه القناة فيما يخص هذا الموضوع إفادة شاملة وكاملة، ولا أعتقد أنني سأضيف لما ذكروه كثيرا في مثل هذا الموضوع، ولذلك أحيلكم إلى قناة رواسخ لمتابعة هذا الموضوع، والروابط تجدونها أسفل بإذن الله تعالى في صندوق الوصف، عن خطورة، عن نشأة المثلية الجنسية، وعن الأهداف والأسباب، وعن أساليب من هم وراء المثلية الجنسية، عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع. وقد رأيت في ذلك الإفادة والإحاطة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل ممن قام بهذه الفيديوهات، لأنها مهمة جدا. ولهذا أجدني مضطرا أن لا أتحدث أكثر في هذا الموضوع أكثر مما ذكره أصحاب هذه القناة فيما يتعلق بموضوع المثلية الجنسية. كل ما أريد ربما أن أضيفه في هذه الحلقة أن المثلية الجنسية تمثل خطرا على شعوبنا العربية المسلمة، وأن المثلية الجنسية من أخطر الوسائل الهادئة التي تتغلغل في المجتمعات باسم الثقافة وباسم الحرية الفردية وباسم الحرية الشخصية واختيار كل ما يريد في حياته، وبذلك تصل إلى شبابنا وإلى شاباتنا باسم هذا التنوير وباسم هذا التحديث، وهم لا يشعرون بأن السم في مثل هذه الدعوات. فكل هذه شعارات مزخرفة على الإسلام تجترئ، أخي إياك تسمعها ففيها السم مختبئ. عقلا يتدبر. فإلى شبابنا وشاباتنا، احذروا من تلك المواقع ومن تلك الصفحات على الإنترنت التي تدعو للتعرف على مثل هذه الدعوات الهدامة، والزموا دين ربكم وإياكم ومخالطة هؤلاء، فإن في ذلك خطرا عظيما، وإياكم والاطلاع على مثل هذه المواقع الخبيثة، ففيها من السم ما سيتجرعه صاحبها ولا يدري، ولكنه سيجد أثره بعد حين. والله تعالى يقول لنا في كتابه وفي محكم تنزيله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم، أي إذا خالطتموهم وجالستموهم وقبلتم أن تكونوا جزءا من هذا المجتمع الملوث الخبيث فإنكم منهم، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله جامع المنافقين، انتبهوا، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلا تقعد مع هؤلاء ولا تروج مواقعهم ولا تروج لصفحاتهم على الفيسبوك أو غيره، واحذروا واحذروا واحذروا. أعود وأكرر، عودوا إلى تلك الفيديوهات في قناة رواسخ ففيها الفائدة الكبيرة. وللعلم أنا عادة لا أروج لأي قناة، وهذه ليست دعوة للترويج لقناة رواسخ نهائيا، أنا أتكلم عن هذه الفيديوهات التي تتحدث عن المثلية الجنسية. غيرها من الفيديوهات في تلك القناة أنا لا أروج لها ولا أدعو لها، كل له عقله وله ميزانه فيحدد ما شاء من الصواب ومن الخطأ. بارك الله فيكم، وأكون بذلك قد استوفيت موضوع المثلية الجنسية وأديت في ذلك ما أؤمن به أنه واجب علي. وأسأل الله تعالى إن كانت هناك في المستقبل وقفات أخرى للحديث عن المثلية الجنسية من جوانب أخرى فسأتطرق إليها بإذن الواحد الكريم. بارك الله فيكم وألقاكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير، ما أروع عقلا يستهذي يسأل يتأمل يتفكر.